أنا شفت اللي عملوه مع الشاب ده، الشاب اللي كان قبلي، جو معاهم جهاز زي الكماشة كبيرة وموصلة بسلوك بجهاز كبير في كهربا، وبعدين جي أكبر دكتور مسك حمادة. هو اسمه حمادة، هو الشاب ده اسمه حمادة. مسكوه ونيموه على السرير وكتفوه، وراح الدكتور حط الكماشة على راسه، والدكتور التاني راح موصل الفيشة في الكهرباء وشغل الجهاز، وراح حمال قعد يصرخ، والدكتور يدوس على راسه جامد جامد. ومرة واحدة لقيت حمادة نزل الرغاوي من بقه وسكت مرة واحدة، سكت. أنا ماشي صح اللي أنا أشوف الموقف ده، بس شفته. ولما جه دور عليا، رحت وقفت واتعصبت، وقالوا لي نام هنا على السرير مكان حمادة. قلت لهم لا، راح الدكتور جاب لي 2 ممرضين كبار، الواحد فيهم قد الباب، بس انا ساعتها كنت منتظر دور، رحت واقف كده زي طول، زي واحد كده رمي على الارض، والتاني حطه بدراعي كده ونزلت فيه وضرب عصير. يعني الدكتور اللي كان حط الكماشة على دماغي مرة واحدة، مرة واحدة ما تشوف بعمل كده عشان اكسر عمود الريفايري، ما تشوف بعمل كده بس هو عمل كده، عمل كده من الكلب، عمل كده، عمل كده. بس انا طلعت من المستشفى بتحل تمام، وعمودي فارس سليم، بس المشكلة عندي هنا في دماغي، عشان تفكيري بطيء، بفكر بصعوبة، وعينيا على طول بس قدام، بس معرفش ابص كده شمال يبقى عينيا ثابتة، او كده على اليمين يبقى عينيا برضه ثابتة، ولو بصيت الشمال او اليمين معرفش اعرف على رجلي بتتعبني وبلع على طول. بس انا حلو واحسن بكتير، انا بشتغل بايدي وبصلح اي الوقت كهربا، ودلوقتي انا بصلح الفيشه دي، اصلح ودلوقتي انا بصلح الفيشه دي وبشتغل بإيدي.